بحضور أطباء من جميع المحافظات، أقامت الجمعية السورية للمسالك البولية مؤتمرها السنوي في مشفى الأسد الجامعي بدمشق. سوف تقدم بحوث مبتكرة في مجال الجراحة التنظيرية، منها استئصال الحصيات الكلوية والحالبية بالتنظير البطني، وأيضا معالجة سلس الول الجهدي أيضا بالتنظير البطني. ما بين البحثين هما في الحقيقة قمة في الإبداع الطبي الجراحي في مجال جراحة المسالك البولية. أيضا هما بحثان حديثان على مستوى العالم، وقد بدأنا في إجراء هذه البحوث منذ عدة أشهر في هذا الصرح العظيم في مشفى الأسد الجامعي. مؤتمر جمعية جراحة البولية بسوريا، وهي جمعية عريقة سباقة في تطوير هالاختصاص بسوريا. كل سنة بيعملوا نشاطين علميين كبار، واحد مؤتمر عام على مستوى سوريا، والثاني هو ندوة الربيع، وبيقدموا فيهم آخر المستجدات بمجال الاختصاص الجراحة البولية، وبيحضروا عدد كبير من الأساتذة والضيوف، بجوز الخارجيين بهالفترة الحالية وفترة الوباء أقل، وإنما هو مؤتمر سنوي يطور اختصاص الجراحة البولية في سوريا. برنامج المؤتمر تضمن ندوات طبية لأحدث التقنيات العلمية في جراحة المسالك البولية وتكريم لعدد من الأطباء. أنا بعتز بالجمعية اللي كتير كانت ملامة أطباء البولية كلهم بسوريا، وساعدت كتير على تقدم مهنة الجراحة البولية في سوريا. اليوم بمر على عمر الجمعية 46 عام، وهل صار أول مؤتمر مرأ عليه 44 عام. خلال هذه الفترة الجمعية نمت بدرجة كبيرة، وكانت واحدة من أفضل الجمعيات العلمية في سوريا بقيام مؤتمرات متميزة، والأعداد صارت والحمد لله وفيرة، فالخدمة بالجراحة البولية تحسنت من خلال هذه اللقاءات المستمرة. نحن كأطباء جراحة بولية بنلتقى لقاءات موسمية تقريبا كل 6 أشهر، بحيث أنه يتم تبادل الخبرات الطبية، مناقشة الحالات الجديدة، تبادل خبرات المشافي عبر الجمهورية العربية السورية بكامل مشافيها. أكيد مشافي دمشق المركزية بنشوف شو عندهم حالات جديدة، شو عندهم هي، وبنقدم لهم خبرات نحن بالمحافظات، وبنبقى على تواصل بحيث تبقى العملية الطبية مستمرة بسوريا بالرغم من الجراحة وبالرغم من المعاناة، بحيث نبقى نمشي باتجاه الأمام إن شاء الله. الهدف من المؤتمر تبادل خبرات طبية ومواكبة كل ما هو جديد في البحث والتقنيات الطبية وتطبيقها رغم كل ظروف الحرب التي مرت على سوريا.